كان عندنا واحد العالم في الحي نتاعنا تعرفوه، يقول له الشيخ احمد سحنون الله يرحمه ويوسع عليه، كان جارنا. انا بك احنا الشباب هكذاك وسخونين وهذيك الحماسه وهذيك دا، واحد قال له الشيخ كيفاش هذو ما يصلوش وصلاه الصبح ما يجوش وهذو فيهم وهذو فيهم، ارواح. قال له انت وقتاش التزمت استقمت؟ قال له شيخ عندي عام وعامين. وقبل عامين وين كنت؟ قال له شيخ لا غالب وهذيك نفسه كذا. قال له اعطينا عامين سيدي لهذ الناس نصبروا عليهم عامين واحد اخرين حتى يتسنى لهم المجيء الى المسجد والى التعليم والى التربيه والى، واذكر